صباح الخير، بدي أحكيكم عن كتاب الجديد حق الدفاع وأحكامه في أصول المحاكمات الكنسية يلي صدر حديثا عن دار صادر نشره. الكتاب بيرعى أصول المحاكمات الكنسية من تاريخ تقديم الدعوة إلى حين إبلاغها للطرف الآخر وصولا لمرحلة الاستجواب إلى صدور الحكم واستئنافه، وبيعطي المتخاصمين صورة واضحة عن حقهم بالدفاع للوصول إلى حكم عادل. بيرعى الكتاب موضوع أصول محاكمات الكنسية استناداً إلى الأحكام يلي صادرة عن محكمة الروتا الرومانية، وهي المحكمة الكنسية العليا. بيحترم الكتاب خصوصية كل شخص للوصول إلى حق الدفاع المقدس استناداً إلى القانون 1303 البند السابع من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية يلي بيقول إنه الحكم يكون مشوباً بشائبة البطلان الغير قابل للتصحيح متى أنكر حق الدفاع على أحد الخصمين. بيعطي الكتاب صورة واضحة لكل شخص لحتى يدافع عن حقه يوصل لحكم عادل بعيد عن أي سبب من البطلان استنادا مثل ما قلنا لحق الدفاع المقدس. كذلك بيعطي الكتاب صورة ملخصة عن البراءة الرسولية يلي صدرت عن قداسة البابا فرانسيس بعنوان يسوع الرحوم والعطوف. كتاب متواجد